يعطيكم العافية. اليوم احنا عند نبتة اسمها الوزال من العائلة البقولية. هاي النبتة تمتاز بكثافة أزهارها زي ما شايفين، وتعتبر من النباتات اللي صعب التخلص منها لأن تنتج كمية كبيرة من البذور. يعني هاي عندنا هنا عشان تبين معك القرون، كرب التصوير عشان تعطي كمية من القرون، القرون فيها عدد كبير من البذور. ولكن في ميزة فيها إنها حتى يتم تلقيحها بدها حشرة نوعا ما حجمها أو كتلتها كبيرة. لو جينا على نشوف اي زهرة من هاي الزهرات، مثلا نشوف عندنا زهرة قريبة، نشوف الزهرة هاي مثلا لو بدنا نجرب نشوف كيف بصير التلقيح. حتى تصير التلقيح هاي اللي شايفين فيش عندنا اعضاء تذكير ولا مش مبينة او حبوب لقاح، تيجي حشرة وزنها كبير تيجي تضغط هان، اثناء ضغطها بالطريقة هاي بتطلع اعضاء التذكير وبتطلق حبوب ايش اللقاح اللي بتصل او على عضو التأنيث اللي هو هاي. هذا هو شايفينه، وتيجي عليه حبوب اللقاح. تقدر تكبر الصورة عادي يعني، بتوقع تيجي معك واضحة حبوب ايش اللقاح تيجي تطلع هاي. تيجي نجرب اخرى مرة مع تكبير الصورة، هيك الصورة واضحة عندك. هاي بنضغط هنا تيجي حشرة كتلتها كبيرة حجمها كبير، بتضغط تطلع هذا الشكل وتنتشر حبوب اللقاح بشكل كبير. هاي طريقة التلقيح. بعرفش النحل هنا هل بيستفيد من هاي الأزهار ولا لا، ولا بدنا حشرات أكبر من النحل. يعطيكم العافية.